صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منة، وصباح الفل عليكم كلكم. كلنا في البيت عندنا أعمال منزلية كتير، سواء الراجل المصري أو الست المصرية. بطبيعة الحال الست المصري ليها نصيب الأسد طبعا من الأعمال المنزلية، ولكن دايما بيبقى في نقاش مجتمعي كده ما بين الأزواج والزوجات حوالين قصة توزيع الأدوار، بتعمل إيه ما تعملش إيه. قريت مرة منا أن مش عارف كان في حد واخد نوبل برايز، يعني واخد جائزة نوبل، وكان بيقول أنا مراتي بتقول لي وأنا نازل خد كيس الزبالة معاك. فلا انا صاحب، انا واخد جايزه نوبل. قلت له خد كيس الزباله معاك يا صاحب نوبل. فمعنى ذلك ان الزوج يعني جزء لا يتجزأ من البيت حتى لو كان فائز بجائزه نوبل. الراجل المصري او الراجل عموما ربما بيهرب من بعض الحاجات، في بعض الحاجات بيحب يعملها وفي بعض الحاجات ما بيحبش يعملها. مصطفى اللي بيقول اتكلمت كذلك الست المصريه كذلك الست المصريه بتحب تعمل حاجات وفي حاجات ربما بتهرب منها كتير. اكيد كل واحد ليه مساحه التفضيل بتاعته او الكومفورت زون او يعني المساحه الامنه اللي بيستريح فيها اللي بيحب يعمل. ايه هو العمل المنزلي اللي حضرتك كراجل بتحب تعمله وايه اللي بتهرب منه؟ ايه هو برضو العمل المنزلي اللي حضرتك كست بتحب تعمليه، الحاجه المفضله بالنسبه لك، وايه اللي بتهربي منه؟ امين، اي حاجه بتتعمل اجبار بتبقى وحشه. اجبار، اي حاجه بتتعمل بهدوء كده بتبقى حاجه ممتازه. يعني لو انا مرهقه وتعبانه وعندي اعمال منزليه، عندي اكل لازم اعمله علشان ولادي وعلشان جوزي، عندي حاجات تتظبط في البيت وانا مرهقه هبقى عاملاها وانا اكيد متضرره وتعبانه. لو انا تمام واموري تمام ومستريح هبقى عاملاها بكل الود والحب. بس لو احنا بقى بنتكلم يعني بشكل عام تمام، انا بفضل جدا ان انا اطبخ. دي اجمل هوايه لكل ست. انا بحب، بس دي مساحه، المساحه الحلوه دي الكومفورت زون بتاعتي. حوادق ما تطلبش مني بقى كيكه وبسبوسه وكريم كراميل ولا يعني ما احبش، يعني ما احبش الفرفره. المطبخ الحلو ما احبش المجهود الزياده. احب المطبخ الاصري المصري الاصيل ان شاء الله. كل الحاجات زي ايه مثلا؟ يعني انا جوزي صعيدي فبيحب الطواجن، انا ما كنتش بعرف اعمل طواجن في بدايه جوازي. انا ما بعملش محاشي، بحس انه يعني هدر وقت كبير جدا علشان فيها تفاصيل كتير كده وفي الاخر ناكلها في 10 دقائق. لكن اعمل طواجن، يعني اعمل طيور، اعمل حاجات كده، واعمل بقى حاجات لطيفه بوايت صوص وحاجات جريلد، واعمل حاجات مشاوي، يعني ما عنديش مشكله. بتهربي من ايه؟ ما بتحبيش ايه؟ ما عنديش رفاهية ان انا اهرب منها. حتى لو بلجأ للمساعدة في الاول وفي الاخر لازم اتابع الشخص اللي بتساعدني، ففي الحالتين ما عنديش رفاهية قوي ان انا اهرب من حاجة معينة في اعمال البيت او في متابعة الولاد. صحيح صحيح، يعني وده اغلب احوال الستات في مصر. هو المجتمع المصري كله هتلاقيه زيك تقريبا، يعني خلي بالك احنا برضو لسه ما وصلناش على اجابات حضراتكم، بس هنلاقي دايما ان الحته دي اعتقد ان كل الستات هتقول لك بحب الطبيخ، يعني ما حدش هيقول لك مثلا بحب مثلا اللي هو ايه. في ستات كتير جدا تحب انها تروق اكتر او انها ترتب دواليب او انها بالعكس انا عندي صديقات بحس ان الطبخ برضه فن وارت كده، هوايه جميله، يعني فيها انك تدوق وانك تشم وانك تطبخ وانك ليها طرق تلون، فيها ارت، فيها جزء من الفن كبير، ليها طرق. يعني انا يمكن عيلتي فيها اشكال مختلفه، عندي مثلا والدتي بتتفنن في الترتيب، بتتفنن في انها تعمل ديكوريشن وتعيد ترتيب البيت وتعيد ترتيب اكسسوار البيت وتعيد ترتيب قطع الاساس. واحنا صغيرين كنت انا واخويا دايما ندخل الاوضه نخرج نلاقي الصالون في السفره والسفره في السلام والانتري في الليفي تغير. كنا دايما نقول لها يعني عايزين ندخل الاوضه ونخرج نلاقي نفس مره البيت. فهي دايما كانت عندها، اعتقد ان ده كان اكثر تفضيلا عندها مثلا من المطبخ اللي هي كانت طبعا شاطره فيه جدا. بس انا بقول لك ان التفضيلات وعندها كانت مثلا هوايه التنسيق الزهور والزراعه، تحب قوي قوي تقعد تعمل ولد للنباتات وتخلي النباتات تطلع وتنبت نباتات جديده. وكانت عندنا دايما حوض نعناع وحوض طماطم وحوض مشروم عندنا دايما الحاجات الصغيره بتاعت البيت اللي بتعمل دايما ألفة كده وحميميه
لكن ما كنتش مثلا تشم في 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 مطبخ البيت عندنا كيكه البرتقال، لا دي تشمها بقى وانت طالع من عند بيت جدتي. اه يعني تفاصيل صغيره بتفرق من بيت لبيت. ده الدفى، ده طعم الدفى. اكيد صح اكيد. بس بقى في ناس بتفضل انها تهرب من انها توصل تمارين، مش لازم تبقى اعمال منزليه، بتهرب انها تذاكر للولاد. تفتكر دول الستات؟ لا دول الرجاله طبعا. هي بتستدرجني، هي عايزه تسال السؤال. يعني مش حاجه. لا انا عموما والله مش القصه دي، اقول لك حاجه، انا يعني يمكن عشت فتره لوحدي، بس كل الاعمال المنزليه ربما انا ما احبهاش بصراحه. عشان كنت مجبر. ده بقى اللي بقوله. طبعا اللي انت مجبر عليه. والله وجهه نظر، ما احبش موضوع اسمه ايه ده، انا بكرهه جدا جدا. عارفه ايه موضوع اسمه ايه بس خلاص ده انت ما بتحبوش. غسيل مواعين ما بحبوش. لا لا لكن دلوقتي احب مثلا ايه، اعتني عندي بعض الحاجات الاليفه بحبها جدا. دي بجد المساحه زي ما بقول الكومفورت زون، مساحه الحب بتاعتك اللي انت تاخد راحتك فيها. بحب جدا البلكونه، بحب الروف، اعتني بيهم، اعمل فيهم شويه شغل. بحب هوايه غريبه جدا، تنسيق المكتبه. انا عندي مكتبه كبيره جدا منها ما شاء الله. مكتبه كبيره، وعايز اقول لك انت لسه كنت كلمه ان تلاقي الصالون في حته والانتريه في حته. انا بعمل كده، انا بعيد ترتيب الموضوع. يعني انا مثلا عملت تاريخ مصر من اول الفراعنه، الحضارات القديمه، دي العصور الوسطى. انت عامل فيها حاجات كمان متميزه بتسجيل عصور 2011 فيها. عصور الوسطى محمد علي، كل ده بقى بعد كده اقلبها تاني، او جايب بقى التاريخ السياسه البتاع. ف بس ده غريبة قوي يعني. دايما اللي بيبقى بيتابع مكتبة او بيعمل في الكتب بيبقى حافظ، يعني بيقفل عينه كده ويبقى حافظ كتابه موجود على ايده اليمين، فمش عارفة في طبعًا الترتيب ازاي. طبعا فده مش بيبقى مرتبط عندك بشكل كده او بصورة، فعشان كده بتعيد الترتيب، عشان تعيد القراءة ولا عشان تعمل ايه؟ والله عشان تعيد قراءة فعلا الكتب. يعني انت النهاردة، ده سؤال ذكي جدا بحيك عليه. انت النهاردة لو عامل المكتبة بالشكل الفلاني هتقراها بالشكل الفلاني، لو عامل المكتبة بالشكل التاني هتبص ليها من وجهة نظر تانية. وانا بدعوكم بصراحة، يعني دي هواية ربما تكون غريبة، انك ترتب مكتبتك كل شوية. ده شيء هيخليك تحب كتبك، وهيخليك تقراها من زاوية تانية، وهيخليك تفكر في الكنوز اللي عندك دي تستغلها ازاي. على اي حال، ايه العمل المنزلي اللي بتحب تعمله سواء راجل او ست؟ ايه العمل اللي بتهرب منه سواء راجل او ست؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على موقع فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم. هنستعرضها بالتفصيل، هنحكي فيها، هنتكلم فيها، هنشوف الراجل المصري بيحب ايه وبيكره ايه، وهنشوف برضه الست المصريه بتحب ايه وتكره ايه. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.